لم تكن ليلة القبض على زعيم إخوان تونس مجرد تنفيذ لمذكرة اعتقال، فحين داهم الأمن منزل راشد الغنوشي قبل شهرين كانت هناك مفاجأة، فمن على مكتبه صادر الأمن مخططاً مكتوباً بخط اليد لبث الفوضى بتونس. المخطط ينص على تشكيل لجان شعبية من أنصار الإخوان غير المنتسبين حزبياً، كما رصد مبالغ مالية مقابل التحريض ضد الرئيس التونسي. على المكتب أيضاً صادر الأمن قائمة بأسماء قيادات أمنية وعسكرية سابقة، وتستهدف القائمة اختراق الأمن والجيش التونسيين. الخبير التونسي حسن التميمي في تعقيبه للعين الإخبارية على المخطط أوضح أن الغنوشي لم يستوعب فكرة خروجه من الحكم، وحاول وضع مخططات انقلابية أملاً في العودة للسلطة، وأن الغنوشي عمل على تحويل تونس إلى دولة مصدرة للإرهاب، وتآمر على أمن تونس منذ وصوله إليها في 2011.